سألت أوقفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل. عرفتم أي مدخل؟ عرفتم أي مدخل؟ فذهبت حيث أشار دون تردد وسوى اتباع كلامهم لم يبقني فرأيت جبريلا هناك مخاطبا يا قوم هذا الأمر من رب العلي أبواب هذا الخلد آلاف وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي فهتفت يا جبريل يا جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. Thank you.
يقدر علي مشكلة يقدر ويقدر اي والله
أخلف بي ما جرى احنا ملك حيدر أخلف بي ما جرى احنا ملك حيدر علي وزير التربية ومطلق الأسرار واللي نجح جامعات ترفض النار تعليم حق كل البشر أسرار وأسرار هذا نداء التربية الشيعة الأبطال تعليم الله مصدره احنا ملك حيدر والله وش الوراء احنا ملك حيدر تعليم الله مصدره احنا ملك حيدر علي الله مصدره احنا ملك حيدر علي وزير التربية ومحمد قلد كل الميادين باطور كان الجيوش الحسن وحسين باطور كان الجيوش الحسن وحسين اسلاح بالإيمان لا خيار الحسين اسلاح بالإيمان لا خيار الحسين قطع علي من قطع علي من احنا ملك حيدر احنا ملك حيدر اللي برا كلش اكو سكتة وش اللي برا شوفوا يا جماعة انا قبل اواصل ابي اشوف احنا الصلوات نشوف اللي داخل واللي برا ايه وش فاضل داخل وش اللي برا حتى الوصي وغفتني في الأبني صلوات
علي صوت الإله وعلي صوت الإله والجذر صوت يموت عريسات القيامة وشفرة التابوت أخوتها أخوتها فالله حيدر بالحرب فالله حيدر بالحرب بسيف يرويها واخوتها اخوتها يرويها من زمزم سيف يرويها من زمزم سيف يرويها من زمزم سيف يرويها وعلى محمد صلي على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بس واحد روح لي بس واحد عاد يلا ملك نحمد فخر شوي واحدة يا علي بن ابي طالب يا وصي رسولنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اقضي دين كل مدين
اصرف كل عريان واشبع كل جائع بفضل وبركة الصلاة على محمد وآله.